السلام عليكم. المستمع ميم عين عين من الجمهورية اليمنية بعث رسالة فيها عدد من الأسئلة، يشكر في مقدمتها إذاعة القرآن الكريم وأصحاب الفضيلة المشايخ وهذا البرنامج، ويقول في أول أسئلته: ما رأيكم في من يقول إن من سب معاوية رضي الله عنه لا يؤاخذ عليه أو ليس عليه إثم، وبماذا تنصحونه؟ معاوية رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب الوحي ومن كتاب الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخو زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، وله فضائل رضي الله عنه، فلا يجوز تنقصه أو مسبته، حكم أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يجب احترام الصحابة والثناء عليهم ومحبتهم واتباعهم والاقتداء بهم، ولا يجوز تنقصهم أو تنقص أحد منهم، وإنما يفعل ذلك المبتدعة وأهل الضلال والذين في نفوسهم أو في قلوبهم مرض يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.